السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا مجموعة أدوات في دي ستيم. أول حاجة بنلاقيها باكستراكت ماب برامتر. ده عبارة عن إيه؟ إن أنت تقدر تزود برامتر لكاتيجوري معينة. على سبيل المثال مثلا عايز تزود على الوول مثلا بعض الخصائص زي مثلا اللوكيشن بوينت، الكونكتور، ممكن عايز تزود له الجي يو اي دي والاليمنت الأرقام بتاعتهم. مجرد ان انت تعلم وتقول له map and extract وتعمل select على الول هتلاقي البرامتر دول اتضافوا بسهولة. المفروض ان هم موجودين اصلا بس ما بيظهرش في الخصائص. خلينا نختار وول مثلا كده، هتلاقي ان هو ضاف لك الالمنت والجي يو اي دي. طيب خلينا نيجي هنا ونقول له clean، فبتلاقي ان هو بينضف لك الموديل. اي فيو عايز تلغيه بيلغيه لك، اي شتات، اي سكادول، اي فيو تمبليت، اي فلتر، اي لينك، اي امبورت زي اوتوكاد، اي صور يقدر ان هو يمسحها لك بسهوله. طيب في ديليت ريفيجن اللي هي ممكن تكون موجوده في اي فيو انت مش عارف موجوده في اي فيو. هنا مثلا في الجراوند، هنا في البيزمنت تقدر تعمل عليهم سيلكت، تقدر انت تلغيهم. يقدر من هنا اعمل هايد ان تشيك اللي هتختفي، تمام. ممكن اقول له خليهم في الشتات ما تلغيهمش، ممكن اعمل سيرش، ممكن اغير الستايل للون بلاك. طيب بعد كده هنا لو انا عايز اقيس حاجات في 2D او في 3D، طبعا 3D بيبقى صعب جدا، بتلاقي حتى انها اتلغت من هنا وتيجي تقيس بارت من هنا برضه بتلاقي فيه مشاكل. طيب هنا تقدر تقول له انا عايز اقيس مثلا من العنصر دوت للعنصر دوت، فبيبدأ ان هو يقيس لك على طول، يبدأ يجيب لك في الاكس والواي والزد، يبدأ يجيب لك كل الدايمنشن اهوت. وتقدر تختار انا عايز انترنال اوريجن او بروجكت بيس بوينت او سيرفي بوينت، وتقدر ان انت تنسخهم او تقدر ان انت تصدرهم في اكسل. فدي اضافة حلوة. طيب بعد كده في اداة بتصدر للجي اي تي اف، ودي فعلا كنت محتاجها، كنت بصدر لاي اف سي عشان اصدر للجي اي تي اف. الحمد لله بقت موجوده اوتوماتيك. تقدر تختار ايه الحاجات اللي بتصدرها، وده طبعا بيفيدنا في العاب كتيره بتستخدم اللي بتدوت في الاوجمانتد رياليتي، في فيرجوال رياليتي، فليه استخدامات كتيره. تقدر ان انت تقول له انا عايز اعمل سبورت للمشروع كله او اجزاء معينه، وتقدر ان انت تعمل لهم جروب باي اليمنت او باي ماتيريال. تقدر تقول له انا عايز جي ال بي او جي ال تي اف. ممكن تقول له انا عايز اكسبورت لل2D element او لا، وهكذا.